السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي طلاب الصف السادس، أسعد أوقاتكم بكل خير. درس اليوم إن شاء الله بنتحدث فيه عن الثقة. الثقة في الله تعالى كانت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هي ثقته بالله تعالى. يقول تعالى في حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إذا كان ظنك في الله خيرا كان خيرا، وإذا كان ظنك غير هذا فهو غير. الله دائما عند ظن عبده بي. الحين أبناء الأحباء، هناك مشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيها مدى ثقته بالله تعالى، فكان هو خير دليل على الثقة بالله تعالى. سنشاهد هذا الفيديو ثم نعود مرة ثانية لنتحدث عن أول مشهد من مشاهد ثقة الرسول بالله تعالى. تعالى عنه كان يستمع في النهار، لكن أين أبحث عنه؟ وينطلق في الليل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء ويخبر أباه بالخبر. فإذا عاد طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق عبد الله بن أريق وكان معه راحلتان، انطلق إلى الغار ليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ويهاجر بهما. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وركب على راحلة، وركب أبو بكر رضي الله تعالى عنه على الراحلة الأخرى، واتجه عبد الله بن أريق. سراقة بن مالك كان قد علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسير من الطريق الفلاني، فخرج مسرعا ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدل على مكانه وليأخذ المئة ناقة. وكلما اقترب سراقة بن مالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من على الدابة، فيركب مرة أخرى على فرسه ويقع من على الفرس، ويركب مرة ثالثة على الفرس ويقع من عليه. يحاول سراقة بن مالك أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ما استطاع. وهنا التفت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى سراقة بن مالك وهو يتعثر في اللحوق به صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع يا سراقة. فقال سراقة بن مالك له: قد جعلوا مئة ناقة لمن يدل عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع يا سراقة، ارجع يا سراقة، ولك سواري كسرى. السلام عليكم مرة ثانية يا أبناء الأحباء. هذا كان موقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع أثناء الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة عدة مواقف تدل على ثقته بالله تعالى. كانت أولها من خروجه من بيته ووضع التراب على رأس الكفار وهم يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم نيامة، ووضع التراب وقرأ القرآن عليهم من سورة ياسين. الموقف الثاني وهو في الغار، حينما قال له أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظروا تحت أقدامهم لرؤونا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك باثنان ثالثهم الله تعالى. هذه ثقة في الله تعالى. وأيضا الموقف الثالث هو موقف سراقة. سراقة حينما علم أن قريش جعلت جائزة لمن يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، قال لهم: أنا سأبحث عنه. وفعلا عرف سراقة مكان النبي، فحينما كان يريد أن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعثر قدم فرسه، وظل هكذا عدة مرات حتى التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا سراقة، ارجع يا سراقة، ارجع. فرجع سراقة وأخذ من النبي الأمان ورجع إلى قومه مرة ثانية. فهذا أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لديه ثقة بالله عظيمة.
إذا من هذا الموقف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثقته بالله ثقته متناهية. فهذه عدة مواقف فقط من الهجرة. أيضا معي فيديو تعليمي آخر، أو عفوا سنتذكر أولا ماذا تعلمنا من الموقف الأول. الموقف ما الجائزة التي عرضتها قريش على من يجد النبي؟ أحسنت، 100 ناقة. ماذا قال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم في الغار أو عندما وجدهم ساقة؟ قال له فداك أبي وأمي يا رسول الله. من الذي وجد النبي وأبي بكر؟ أحسنتم، سواق بن مالك. ماذا حدث لسواق عندما وجد النبي؟ تعثر فرسه في الرمال وكان ولم يقدر أن يصعد منه حتى أعطاه الرسول الأمان. على ما يدل ثبات النبي صلى الله عليه وسلم أمام سواق هو من قبل في الغار عندما قال له أبو بكر لو نزلوا تحت أقدمهم لرؤونا، يدل على ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالله تعالى. المشهد الثاني يا أبناء الأحباء وهو من غزوة بدر. غزوة بدر كانت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه فيها أن هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان من الكفار غدا، ويقول عمر بن الخطاب ما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في موقف موضع أحد إن أشار عليه النبي، بل كان كل مكان قاله النبي حدث بالفعل ومات صاحبه فيه من الكافرين. ومع ذلك وأن الله تعالى وعد النبي في هذه الغزوة بأحد النصرين، إما الشهادة وإما النصر، ومع هذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الليل يدعو الله تعالى. طيب، هذا يدعوني إلى سؤال، هل الثقة بالله تتنافى مع الدعاء؟ لا يا أبنائي، لا تتنافى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع ثقته بالله تعالى ومع علمه أن الله تعالى سيرزقه النصر أو الشهادة، ومع ذلك جلس يدعو الله تعالى، فهذا إن الدعاء لا يتنافى أبدا مع ثقة الله تعالى. هذا المشهد الثاني. المشهد الثالث وهو غزوة الخندق. سدعكم الحين مع فيديو قصير تشاهدونه، ثم نعود مرة ثانية لنشاهد، ابقوا معنا. حتى نحرض العرب كلهم ضده، وتتحول كلمة محمد حي إلى كلمة قد مات محمد، والإسلام يموت، لن يبقوا أحياء أبدا. سأبذل كل ما أملك لأضع نهاية لمحمد. هزمنا من هم ضعفنا أو حتى 3 أضعافنا، لكن 10 آلاف؟ لا أعتقد أننا سنهزمهم، سيدخلون المدينة من كل الجهات. ما قولك يا رسول الله؟ في بلادنا كنا إذا حاصرنا العدو نحفر لهم خندقا حولنا. نعم، جزيرة العرب من قبل. أرى أن ننتظر، ابحثوا عن أضيق ممر واعبروا منه. هيا
أسابيع ونحن نحاول، لقد يأس الرجال. هل معهم إذن؟ أنت متحدث مليح، أثر حماستهم، ادفعهم على القتال. لن ينفع هذا الآن، هم يعتقدون أن الله مع المسلمين. أهلا طلابي مرة ثانية، وهذا هو المشهد الثالث من ثقتنا بالله تعالى، وهو غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. حينما أشار سليمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم حينما علموا أن الكافرين يريدون محاربتهم مع اليهود، وهي غزوة تسمى أيضا غزوة الأحزاب، أشار سليمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر خندق. أرق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وأراد أن فعلا أن ينفذ في حفر الخندق، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حفره هو وأصحابه، حتى ظهر حجر كبير لم يقدر الصحابة على كسره، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم الفأس وضربه في المرة الأولى 3 ضربات. الأولى قال الله أكبر ستفتح بلاد الشام، قال الله أكبر في الضربة الثانية ستفتح بلاد الفرس، قال في الثالثة الله أكبر ستفتح بلاد اليمن. وهذا ثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله سينصر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذه ثقة وتوكل، هذه ثقة بالله تعالى وتوكل على الله تعالى. وفعلا وحدث هذا فعلا، أن فتحت بلاد الشام وفتحت بلاد فارس وفتحت بلاد اليمن. هذه ثقة بالله تعالى. أبنائي الأحباء، نكون بهذا قد انتهينا من درسنا. أرجو منكم أن تكونوا قد استفدتم، وأترككم في رعاية الله وأمنه. أرجو منكم أبنائي الأحباء أن تكتبوا الملخص داخل الدفتر، وأيضا تفتحوا الملازم وتحلوا الأسئلة الموجودة على الدرس. وفي النهاية أرجو أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه.